المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهم شنال جسبان. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكونوا في تمام صحة إن شاء الله عند كل سيدة، كل حبيبة، كل غزالة أكيد متتبعة للقناة ديالي دائما دائما الهم شنال. لغوصة ديال اليوم ولا الوصفة ديال اليوم غادي تكون وصفة مختصة بالتخلص من تشقق القدمين، ترطيب القدمين، لانه بزاف السيدات كيعانوا من دوك التشققات، كيعانوا من القشور، كيعانوا من بزاف ديال المشاكل. فالوصفه ديال اليوم هي وصفه لترطيب القدمين بعكر 24 ساعه. هاد العكر هذا صراحه عندنا بزاف حنا في المغرب، ما عرفتش واش كاين في دول اخرى ولا ما كاينش. المهم كاين يعني بكثره، وهذا العكر هذا صراحه كيرطب القدمين وكيرجعهم يعني حمر ولا القديمه حمر كما تنقولوا حنا. و يعني فاش تيكونوا القديمه حمر فالرجيلات ولا القدمين تيبانوا في ابهى واحسن حله، وايضا اكيد يكونوا مرطبين ونكونوا تخلصنا من تشقق القدمين. فان شاء الله اليوم غنحولوا عكر 24 ساعه لمرطب للقدمين، وهو اللي غيخلصنا ان شاء الله من تشقق ديال القدمين، مع مكونات اكيد اخرى ثانويه اللي ضروري ما نستخدموها ولا نستعملوها باش هكذا نحصلوا على ترطيب اكثر باذن الله. فنبدا باول مكون معنا في هذه الوصفه هذه اللي هو كريم جليسوليد. فاول كريم غادي نحتاجه ولا اول مكون غادي نحتاجه هو كريم جليسوليد. الا ما متوفرش عندكم ممكن تعوضوه باي كريم واحد اخر دغيا كتشربوا يعني لابو ديال الجسم بصفه عامه باش هكذا يعني يشربوه القدمين ديالنا ولا الرجلين ديالنا. فانا كنختار هذا فيه ريحه زوينه، وميم طون فاش كنستخدمه انا شخصيا الرجلين ديالي ولا القدمين ديالي كنحس بهم رطب من الاعماق. فغادي نحتاج يعني كاول مكون اللي هو كريم جليسوليد. بالنسبه لتاني مكون غادي ناخذ الفازلين بالورد، بالنكهه ديال الورد. ممكن تاخذوا فازلين بالحامض باي نكهه بغيتوا. الورد كتخلي الرائحه زوينه في القدمين ولا في الرجلين، فغادي نحتاجوا منها يعني واحد الملعقه الى ملعقتين من الفازلين. وبالنسبه لثالث مكون هو الزيت ديال الورد. ممكن تستغنوا على الزيت ديال الورد، ولكن انا كنستخدم انا شخصيا في هاد لاغوسيت هادي الزيت ديال الورد باش هكذا الرجلين كتكون فيهم واحد الرائحه يا البنات كتحمق وكتسطي. وان شاء الله كل سيده جربت هاد الوصفه هادي وتفرجت في هاد الفيديو هذا ما غاديش تبقى تستغنى عنها نهائيا، لانه صراحه فيها فوائد ومزايا للقدمين غزالين بزاف كما تنقولوا حنا. فقط جربوها وردوا علينا. وبالنسبه للرابع مكون هو عكر 24 ساعه اللي كيجي بهذا الشكل. ماشي مشكل الا كان ديجا مستخدم. بالنسبه للسيدات اللي ما عندهمش العكر ديال 24 ساعه فراه الثمن ديالو جد مناسب. تمشي غير عند اقرب عطار ولا عند اقرب عشاب تقول له عكر 24 ساعه غادي يعطيه ليها، لانه الصراحه هو ضروري في هذه الوصفه هذه ما يمكنش يعني نبدلوه ولا نغيروه. فهادو هما اربعه ديال المكونات اللي معنا في هذه الوصفه اللي هما كريم جليسوليد، الفازلين، زيت الورد، وعكر 24 ساعه. بعد ما تعرفنا على كل هذه المكونات ندوزوا للطريقه ديال التحضير والطريقه ديال الاستعمال. غادي ناخذ كريم جليسوليد. كما قلت لكم ممكن تعويضوه باي كريم كتشربوا لابو ديال الجسم. فغير ملعقه من هاد كريم جليسوليد البنات كتخلي واحد الرائحه كتحمق في القدمين. غادي ناخذ ايضا الفازلين. كما شفتوا حتى هي ملعقه. من بعد كناخدو عكر 24 ساعة. وكنقطعو منو غير واحد شوية. يعني كما شفتو كمية قليلة ماشي كمية كتيرة بزاف. هانتوما الكمية اللي خديت. يعني راه غير كمية قليلة تكفي باش هكذا تخلي لنا القدمين ديالنا حمر ورطب اوميمطو.
من بعد كناخذوا زيت البرد، كناخذوا ملعقه وكنبداو نخلطوا الكل. وضروري البنات العكر ديال 24 ساعه خاصو يتخلط ويتمعك مزيان باش هكذا يذوب ويطلق اللون ديالو. كما كتلاحظوا راه بدا كيطلق اللون ديالو. بالنسبه لهاد الوصفه يا البنات فيها واحد الرائحه كتحمق، واحد الرائحه غزاله بزاف، وكل من جربتها كما قلت لكم غادي تشكرني عليها. وما تنسانيش بدعواتها اكيد، فانا كنرحب بكل دعوات ديالكم، بكل التعليقات ديالكم، وبكل الاستفسارات ديالكم، وحتى الاقتراحات في خانه التعليقات اكيد. فالوصفه البنات كتصبح بهذا الشكل هذا. انا غنحاول نقربها لكم. ها انتم اللون ديال الوصفه كيفاش كيولي، لون غوز رائع رائع رائع، ما كيبانش في الكاميرا صراحه مزيان، واحد اللون غزال، يعني واحد اللون فاتح. الا بغيتوا يعني تزيدوا الدرجه ديال هذا اللون هذا اكيد ما عليكم الا تضيفوا كميه كثيره ديال العكر، يعني تضيفوا جوج ديال القطع، ولكن هذا غير قطعه واحده. انا كتجيني شخصيا كنستعملها غير بقطعه واحده، فكتجيني هي هذيك، يعني فاش كنستعملها القدمين ديالي كتجيني غزاله، وفيها واحد الرائحه يا البنات كتحمق، كتهبل كما كنقولوا حنا. فبعد ما كتصبح لينا الوصفه بهذا الشكل هذا، كناخذ واحد العلبه محكمه الاغلاق سواء البلاستيك ولا زجاج، وكنعملوا فيها هاد الوصفه هادي، وكنحتفظوا بها يعني مده شهر او شهرين حتى كتقادى نهائيا، عاد من بعد كنعاودوا ندير واحده اخرى. بالنسبه للطريقه ديال استخدام ديال هاد الوصفه هادي، فكناخذوا القليل من هاد الوصفه بهذا الشكل هذا، وكنعملوه القدمين ديالنا بهذا الشكل كما كتلاحظوا، واحد اللون غزال. فكنبقاو ندهنوا القدمين ديالنا حتى كنحسوا بالوصفه، يعني بدا كيشربوها لينا القديمات وحتى الرجلين يعني بصفه عامه، يعني هذه الوصفه ما كنديروش غير القدمين، يعني الرجلين بصفه عامه. فكنبقاو ندخلوا هذه الوصفه هذه حتى كيشربها لينا الجس لابو ديالنا بالكامل. من بعد كناخذوا قشرات يكونوا خفافين ظرافين، خصوصا يعني في هذه الوقيته ديال الحال سخون، وقيته ديال يعني الشمس كتكون حاره، فضروري ما يعني لبسوا غير قشرات هكذا خفافين، ما لبسوش دوك الغلاضين. ها نتوما كتخليوها بهذا الشكل هذا على القدمين ديالكم، ومن بعد كتلبسوا الجوارب ولا القشر اللي كيكونوا خفاف كما سبق لي وذكرت، وكتبعتوا بها ليله كامله. الغد ليه كتحيدوا التقاشر وكتخليوا القدمين ديالكم كيبانوا كيبريو، فيهم واحد اللمعه غزاله بزاف، رطب بدون شوائب بدون قشور بدون خلايا، يعني الوصفه غايه في الروعه. وكتبقاو مداومين عليها يعني من الليل ليل، تلبسوا تقشرات تعملوا الوصفه وتلبسوا تقشرات حتى الغد ليه وكتحيدوه الوصفه. البنات كونوا متاكدين كل من جربتها ما غاديش تبقى تستغنى عنها ابدا ابدا ابدا. ونتمنى يا ربي كل يعني السيدات اللي كيقلبوا هكذا على وصفات الترطيب يجربوا هذه الوصفه هذه، ويرجعوا يكتبوا لنا في خانه التعليقات كيفاش جاتهم الوصفه، واش عجبتهم ولا ما عجبتهمش. انا اكيد كنرحب بكل التعليقات بكل الاستفسارات، باي حاجه مرحبا بها على راسي وعيني اكيد. وما تنساوناش البنات بالبيج لايك، يعني تضغطوا على زر اللايك باش هكذا تزيدوا تشجعوني على المزيد من تقدم والعطاء والنجاح والإستفسارات.
استمرارية القناة، وأيضا ضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الرابط في صندوق الوصف أو في الديسكريبشن بوكس ولا في الباغ دانفو. وهادشي اللي نقدر نقول لكم، نتمنى وصفة اليوم ترضيكم وتعجبكم يا ربي، ونقول لكم موعدي معكم إن شاء الله في الفيديو القادم. فخليت لكم الراحة والهنا، والسلام عليكم، حتى الفيديو الجديد إن شاء الله.